يستغفق يا حبيب لا يحسب صبوا الحب منكتم ما بين منسجم من هو ملتريم لولا الهوى لم تري دمعا على طلالي ولا أرق طليلي للباري والعالم فكيف تنكره من بعد ما شهد به عليك عود لدمعي وسلامي وأثبت المجد في عبرة وغنى مثل البهار على خديك والعنم نعم صار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالألم يا نائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي أتتك حاليا لا سري بمستتيري أن العشاق ولا داري بمنهزمي محلت للنسعلا كل لست أسمعه إن المحب أني عزالي في صممي إني تهمت نسي الشيب في أذلي والشيب أبعد في نصر النار تهمي مولاي سلي وسا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أمرتي بالسوء ما تعرضت من جهلها بلذي الشيب والهرم ولا أعدت من فعل الجميل غير ضيف ألم برا سيرا محتشم لو كنت أعلم أهلي ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي بردي زماح من غوايتها كما يرد زماح الغيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يبقى في شهوة النائم والنفس كالتفرين تهمله شبع على حب الرضاء وإن تفتنه يوم فتيم فاصرف هواها وحذر أن تولياه إن الهوى يسمي أو يسمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم أحسنت لذاتا للمرء قاتلات
دسمی وحسن دسائی سمین جو عیوہ من شبعی فرب مخمصتین شر من التخمی واستفرغ الدمع من عین قادم تلات من المحارم والزمحية الندم وخالف النفس وشيطان معصيهما وإنهما محلا كالنصح فتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الليل أقومي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غنمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدمه الرام ورمي وشد من صغب أحشاءه وتوى تحت الحجارة كاش هم مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد كونين وثقلين والفارقين من عرب ومن أدم نبينا الأمين ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بها للغير منفسم فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول لله ملتمس ارفع من البر او اشفع من الديم وواقفون لديه عند عهدهم من
نقطة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي تمام له وصورته ثم استفاه عبي بمبارئ النسام منزه أن شرير كم في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم ذاته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدهم فيه وحدك وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب أنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيا دارس الإمام لم يمتعن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلا نرتب ولم نعيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله أحيا الورى فضلما نعوف ليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتبكي للطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام أسد لو أنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه الله كلهم وكل آل أتى رسل الكرام بها فإنما تصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي إنزاله بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام كأنه ووفى دم في جلالته في أسكر حين تلقاه وفي عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن من تلقي منه ومبتسم لطيب يعدلكم اللهم عظمه طبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كان مولده عن طيب وسرور يا طيب مبتدأ منه ومقتدم يوم تفرس فيه الفرس أنه قد عذر بحلول البرس والنقام وبات إيمان كسرى وهو منصدي كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة
أنفسي من أسفي عليه والنهر صافي العين من صدمي وساء سواتا أشجار سجدة تمشي إليه على ساق بلا قدميك كأنما سترها سترا لما مدبا فروعها من بدي بالخط باللقم مثل الغمامتها كسر صائرة تقيه أقسمت بالقمر منشقي إن له قلبا إذا نمتي عيناني لم ينمي فذاك حين بلو من نبوته فليس ينكر فيه حال معتلمي وما كفار أنه أمي فالصدق في الغريب صدق لم يريما وهم يقولون ما بالغار من أريمي ظن الحمام وضع لأن أبوت على خير البرية لا تنسج ولم تحمي وقاية الله من الدروع وآت أعلم من العتوب ما سامن الدهر ضي ما واستجرت به إلا وننت جيوى رم منه لم يغمي ونزل مصدقنا دارين من يديه إلا استعلمت الندى من غير مستلم رؤيا إن له قلبا إذا نمتي عيناني لم ينمي فذاك حين بلو من نبوته
سينكر في حال معتلم تبارك الله ما وحي بمقتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم امرأت وسيبا باللمس راعته وأطلقت عريبا بالربقة الأمامي وأحيات السنة شبا دعوته حتى حكت غرة في العسر الدهم بحرير تداه قلت البدع بها صيبا من اللم أو سيلا من الحريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصفي آيات الله ظهرات ظهور نار القراء ليلا على علمي فالدر يزداد عرس نوعها منتظم وليس ينقصها من غير منتظم فما تتاولها آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعاد وعن رمي لدينا ففاقت كل معجزة من النبي نعير جاءت ولم تدمي محكمات فما يبغينا من شبه ذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما حربت فتعي لا عاد من عربي أعد العاد إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها عند العيون يدا وفوق جوهره في الحسن والقيم ما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على إكثار بالسام فرت بها عين قارئها فقلت له لقد وافرت بها لله فاعتصمي إن تتلو خافتها من حر نار لظى أتفعت حر لظى من وردها الشبمي أنها الحضطى كالسفيرات وكان ميزاني معدلة والقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها فجاه لو وهو عين الحاذق الفهم كالدم العين ضوء
الشمس من رمضي وينكر الفمتا ما الماعي من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يما مالأفون ساعته سعيا وفق موته للعين كالرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم ساريت منها أمين ليلا إلى حرم كما سار البدر في ناس من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين إلى تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما دومت على آدمي وأنت تخترق سبع طيب قبيهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبقي من الدنوب وإلى مرقى لمستنيم خفلت كل مقام بالعظة فاته يريد برفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مقتدم فهزت كل فخار أيام سهك وجزت كل من غير مزدهم وجل مقدارها قلت من رتبي وعز إدراكها قلت من نعمي بشرى لنا معشر إسلام إن لنا من العناية غير منهدم لما دعا الله دا عيدا لطاعته بأكرام رسلكم لا أكرام الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتقول من إذا أنبأوا بذقته كان بعد أجفالا غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى هكوا بالقنا لحما على وظمي الفرار بكى ذو يغبط نبيه أشلاء شالت مع الإقبال والرغم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليال الأشهر الحرم كأن بطين ضيف هل ساعته في كل كرم عيلا لهم العيد الظليم يجر بحرها
سم فوق سبيحة يرمي بموج من الأقطان ملتدم كل منتدب لله محتسب يستوب مستسل للكفر مسلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة رحيم مقبولة أبدا منهم بخير أبي وخير معلم فلم تهتم ولم تهم الجبال فسال أنهم مصادمة في كل مستدام وسل حنين وسل بدر وسل أعودا فصول عتب الله أدهى من الوغم المزدير بضيحهم رم بعد ما وردت من العيد كل موس والذم من الإمام والكاتبين بسور الغدس ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعتم شاك السلاح لهم سيمة تميزهم والورد يمتاز بسيمة من السلام مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح النشر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخير نبتهم من شدة الحزم لا من شدة الهزوم طارت قلوب العيدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البغم والبهم ومتكم برسول الله نصرته تلقاه الحسن في أجامع التزيم ولم ترى من ولي إن غير منتصر به ولا من عدو إن غير منتصر أحل أمته في إرز ملته كالليس حل مع الأشبال في حجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم برهان من خصم كفاك بالعلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ختمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والقدم تخشى عواقبه كأنني به ما حد من النعم أتعت أن يصف في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا سمي
سلمين آتي ذنبا فما أهدي بمنتقدين من النبي ولا عبلي بمنصرمين وإن لي ذمة منه بتسميتي محمد وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حشاه أن يغرم راجي مكارمه أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول للحديث الحبيب وليالك رسول الله جاءك به إذا الكريم فجاك لا باسم منتقيم فإنا من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم صلي وسلم دائما أبدا قناتي من زلة عذوبات إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل الحساب غير عبديك في دارين إنا له صبرا متى تدعون أهبال ينهازم وإذا لصعب صلاة منك دائمة على النبي بمن اللواء منسجم والآل والصحب ذو متابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم ما رنّا
القلب كلهم ثم الرضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم سعد سعيد زبير طلحة وابي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل مسلمين بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم بزارهم بيته في طيبة هرم واسمه قسم من اعظم القسم وهذه بردة مختار قد ختمت والحمد لله في بدع وفي ختم ابياتها قد اتت ستين مع مئة فرز بها كربنا يا واسع الكرم فرز بها كربنا يا واسع الكرم فرز بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما